السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من هيلث أند ويلنس. هنتكلم النهاردة عن ترند ابتدينا نسمع عنه كتير الأيام اللي فاتت، وهو الجلوتين، وابتدينا نشوف أطعمة كتير مكتوب عليها جلوتين فري. طيب مبدئيا كده، ما هو الجلوتين؟ الجلوتين عبارة عن مجموعة من البروتينات الموجودة داخل حبوب القمح، موجودة داخل الخبز والمكرونة والشعير والشوفان. الجلوتين مأخوذ من الكلمة اللاتينية جلو يعني صمخ، فهو المسؤول عن انه بيعطي العجينة القوام والمطاطية والليونة، بيساعد ان العجينة تنتفخ كويس والخبز يكون طري لفترات طويلة. بدأوا كمان يستخلصوا الجلوتين من القمح ويدخلوه في كتير من صناعة الحلويات والشوكولاتة والمايونيز والايس كريم. الجلوتين موجود في حاجات ظاهرة زي اللي فيها القمح والدقيق، وحاجات خفية زي الشوكولاتة والمايونيز. فمهم جدا اننا نقرأ المكونات الخاصة بكل منتج علشان نتأكد انها جلوتين فري. ايه بقى مشكلة الجلوتين وليه التحذيرات الكتيرة دي؟ عندنا جدار الامعاء بتاعتنا فيها حاجة اسمها فيلاي او الاهداب. الاهداب دي هي المسؤولة عن انها بتمتص المواد الغذائية والفيتامينات والمعادن من الدم وتتوزع على بقية الجسم، علشان الجسم يبدأ يستفيد من العناصر الغذائية اللي احنا اكلناها. الجلوتين عبارة عن بروتين صعب الهضم، بيفضل في الامعاء وبيروح يلزق على الاهداب دي، ومع الوقت بيبدأ يدمر الاهداب دي وبيحصل لها ضمور في بعض الحالات. ايه اللي هيحصل نتيجة كده؟ ان العناصر الغذائية ما بقتش تعدي، وان الجسم ما بقاش يستفاد من الفيتامينات والمعادن اللي بناكلها. فطبعا هيحصل نقص حاد في الفيتامينات والمعادن جوه الجسم، والاكل اللي بناكله ما بقيناش نستفيد منه. فهيحصل نقص في الحديد هيترتب عنه أنيميا، هيحصل نقص في الكالسيوم هيترتب عنه هشاشة عظام، هيحصل نقص في فيتامين بي هيترتب عنه وهن وتعب مستمر وضعف في التركيز والانتباه. وطبعا المريض لما بيروح للدكتور بيشتكي له من الحالات دي بيعالج المرض وهو ما يعرفش ان ممكن يكون سبب المرض ده الجلوتين. ده رقم واحد. رقم اتنين، جدار الامعاء عندنا فيه ثقوب صغيرة بتسمح بس بالفيتامينات والمعادن الدقيقة اللي تعدي للجسم. مع الوقت الثقوب دي بتبدأ توسع وتبدأ تعدي الجلوتين وبعض البروتينات الكبيرة اللي الجهاز المناعي بيشوفها انها اجسام غريبة مش متعود عليها فيبدأ يهاجمها. ايه اللي بيحصل بقى؟ احنا قلنا ان الجلوتين ده جلو، فالجلوتين لما بيدخل بيروح للمفاصل فيبدأ يلزق عليها، فالجهاز المناعي يهاجمها فيحصل التهاب المفاصل وخشونة الركبة. يروح عند الغدة الدرقية فالجهاز المناعي بيهاجم الغدة الدرقية. يروح عند خلايا المخ فالجهاز المناعي يهاجم خلايا المخ. يعني الجلوتين زي ما بيروح الجهاز المناعي بيهاجمه، فالجلوتين له تأثير سلبي على كل خلايا الجسم ومش بس الجهاز الهضمي فقط. في سؤال هنا بيقول ان احنا بناكل قمح بقالنا كتير جدا، قمح وخبز بقى ومشتقاته، وما حصلناش حاجة. هقول لك ان الجلوتين ده سم بطيء التأثير، ممكن الاعراض بتاعته تظهر بعد 10 سنين، واشخاص تانية ممكن تظهر عندهم الاعراض بعد 20 سنة. نصيحتي لاي شخص بيعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، مغص، اسهال، امساك، صداع، ارهاق، اكتئاب، مشاكل في البشرة، خسارة الوزن، وقف مكرونة، وقف خبز، وقف اي منتج فيه قمح، وقف اي منتج فيه جلوتين لمدة شهر وشوف نفسك. اذا حصل تطور واذا حصل علاج للامراض دي، الامراض دي كلها كان سببها الجلوتين. طيب في طريقة اقدر اعرف بيها انا عندي حساسية للجلوتين ولا لا؟ في 3 طرق. اول حاجة فحص الدم، بنشوف في اجسام مضادة ولا لا. تاني حاجة فحص عينة من الامعاء. تالت حاجة ان انا اوقف كل المنتجات اللي فيها جلوتين واشوف التأثير على صحتي هيكون ازاي بعد شهر. الناس اللي ما عندهاش كل المشاكل دي وهي عايشة في مرحلة الصمت، سواء انا، سواء حد من اسرتك، سواء حد من اصدقائك، انصحه ان يقلل او يمنع كل المنتجات اللي فيها الجلوتين بكل اشكالها، ويقرا المكونات بتاعه كل منتج. هاكل ايه؟ كل الارز باعتدال طبعا عشان النشويات. تاني حاجه كل الذره، عيش اللوز، عيش الترمس، اللحوم، منتجات الحليب، الفاكهه، الخضروات. اهم حاجه ابعد عن الجلوتين.
وما ننساش دايما ان الوقايه خير من دوامه العلاج. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.